معاك خدني خدني عالشام خدني معاك خدني خدني عالشام خدني معاك قبل الضيم ما بتنام خدني معاك قبل الضيم ما بتنام خدني معاك خدني خدني عالشام خدني معاك خدني خدني عالشام خدني معاك قبل خدني على بساتين عن هالقالب نمال غيبت عنها سنين وراحت من البال خدني على بساتين عن هالقالب نمال غيبت عنها سنين وراحت من البال يقسى الزمن ويدين ما بين حين وحين لكن أنا بلادي ما بيلحني لشبيه لو شارت الأيام خدني معاك صباح الخير سمار. يسعد صباحك يا نرمي، كيفك؟ تمام، كيفك انت؟ الحمد لله تمام. بدي صبح عليك وعلى كل مشاهدي الإخبارية السورية، يا صباح الخير والطاقة والحيوية لكل مشاهدي الإخبارية السورية. يوم جديد ونهار جديد عم نطلع عليكم من هوا الإخبارية السورية، يا رب يحمل معه كل تفاصيل الخير والمحبة والسلام لكم مشاهدينا. فقراتنا لليوم متنوعة وغنية ورح نحكي فيها عن معايير الجمال، أيضا رح نحكي عن الحالة النفسية وكيف بتأثر على موضوع العقم، وأكيد رح يكون عنا فقرة ظريفة ومهضومة بعالم الهاند ميد. كل هالقصص رح نعرفها، ولكن بدي أرجع صبح على سمر. بونجور. بونجورك يا نرمين. اكيد صباح كل مين قرر انه يبتدي صباحه من معنا من دمشق عاصمه التاريخ. طبعا رحلتنا بلشت مثل كل يوم، عنا العديد من الضيوف والفقرات المنوعه يلي حكيت عليهم نرمين. طبعا نرمين بشو حيبتدي صباحنا اليوم؟ راح نبلش مثل كل يوم عنا وقفه مع التاريخ، واكيد اليوم 9 حزيران كثير احداث صارت بمثل هذا اليوم، فشو تسجل احداث بيوم 9 حزيران؟ خلينا نشوف مع بعض. اليوم 9 حزيران، بهاليوم تسجل كثير من الأحداث عبر الزمن والسنين. خلونا نروح بقراءة سريعة على ذاكرة هاليوم. مثل اليوم من عام 1928 بداية البث التلفزيوني المنتظم من مدينة نيويورك لمدة ساعتين في اليوم وثلاث مرات في الأسبوع. مثل اليوم من عام 1940 الجيش النرويجي يستسلم لقوات ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. وبعام 1996 القوات الجوية السويدية تفتتح مدرسة لتعليم الطيران. وبعام 2006 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في ألمانيا. ومن الشخصيات اللي سجل تاريخ 9 حزيران يوم ولادته، فبعام 1781 جورج ستيفانوس مهندس إنجليزي وأول من أنشأ سكة حديدية في العالم. وبعام 1875 هنري ديل طبيب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل بالطب بعام 1936. وبعام 1963 جوني ديب ممثل أمريكي. ومن الشخصيات اللي غادرت عالمنا بمثل هاليوم 9 حزيران بعام 1989 جورج بيدل عالم أمريكي بعلم الأحياء حاصل على جائزة نوبل بالطب بعام 1958. وبعام 1994 جان تيمرينج اقتصادي هولندي حاصل على جائزة نوبل بالعلوم الاقتصادية بعام 1969. هاي كانت الأحداث اللي صارت بمثل اليوم 9 حزيران. نهاركم سعيد. وهلا صار الوقت يا نرمين لنروح على أبرز الأخبار المنوعة بالتقرير التالي. بداية أخبارنا المنوعة لليوم من سيدني، فقد غطى ضباب كثيف مدينة سيدني الإسترالية مما تسبب بتأجيل رحلات جوية وأوجد مخاطر بالنسبة لعمليات الشحن البحري،
وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت بصور معالم المدينة لتوارد خلف الضباب. ينتظر الكثير عطلة نهاية الأسبوع حتى يتمكنوا من الحصول على ساعات نوم إضافية، لكن دراسة جديدة كشفت أن هذه الممارسة قد تزيد من مخاطر الإصابة بالسمنة ومشاكل القلب بمقدار الثلث. أظهرت النتائج لكل ساعة تقلبات بالنوم بيرتفع فيها خطر السمنة والكوليسترول بالدم وضغط الدم ونسبة السكر بنسبة 27%. وأظهرت النتائج أن الأفراد اللي بيعانوا من اختلافات كبيرة بأوقات النوم وبالساعات اللي بيناموا فيها لديهم معدل عالي من مشاكل التمثيل الغذائي، وكان أولئك اللي تفاوتت مدة نومهم لأكثر من ساعة أكثر عرضة للتدخين ولديهم أعراض اكتئاب أعلى وارتفاع بمجموع السعرات الحرارية ومؤشر توقف التنفس أثناء النوم. وإلى خبرنا الأخير، كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة بطوكيو للطب والأسنان أن شرب عصير الطماطم يمكن أن يساعد بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. وبالدراسة قدم الباحثون للمشاركين اليابانيين البالغ عدد 481 مشارك عصير الطماطم غير المملح طوال عام كامل، وسجل المشاركون مقدار استهلاكهم للعصير يومياً بالإضافة للتغيرات الصحية اللي لاحظوها. بيّنت النتائج المنشورة أن ضغط الدم خفض بنسبة 3% بالمتوسط لدى 94 مشارك بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم غير المعالج، ومن بين المصابين بارتفاع الكوليسترول بالدم شهد 125 منهم انخفاض متوسط بنسبة 3.3% بالمادة الدهنية اللي ممكن أنه تسد الأوعية الدموية وتسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية. سمر، وصلنا لمساحتنا الطبية لليوم، ودراسات كثيرة حكت عن تأثير الحالة النفسية على الصحة بشكل عام، ورح نحكي عن موضوع الأمومة يلي هو حلم بيرافق كل صبية لما بتتخطى نقطة التحول بحياتها، وهو الارتباط وتكوين عائلة. لكن الحلم ممكن مع مرور أكثر من سنة على الزواج ممكن يتحول إلى مشكلة وضغط نفسي بتعانيه السيدة عندها بسبب منع حدوث الحمل. واليوم مع الدكتور هيثم عباسي اختصاصي بالأمراض النسائية رح نعرف أيمت ممكن تتحول هالمشكلة إلى حدوث عقم عند المرأة وشو الأسباب وهل من حلول. تفاصيل كلها رح نعرفها مع الدكتور هيثم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الورد والخير للجميع وللمشاهدين الكرام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. الله يخلي لك يا رب. بالبداية دكتور، طبعا بدنا نتعرف شو هو العقم عند المرأة، خلينا نحكي عن تعريف بسيط. طبعا العقم عند الأنثى بشكل عام أول شيء يجب أن يكون خاضع لقانون معين حتى نصنف هذه المرأة عندها عقم. فالتعريف العقم هو أن يكون هناك علاقة جنسية بين الزوجين لمدة عام بشكل متواتر حتى نفكر أنه في عقم إذا لم يتم عملية الحمل خلال العام. طبعا العلاقة الجنسية يجب أن تكون في فترة الإباضة لإثنى عشر شهرا، وليس فقط العلاقة بأشكالها الأخرى بأيام غير مراحل الإباضة، لأنه في مرحلة الإباضة هي أهم شيء أن تكون بشكل متواتر كل شهر. إذا صار حمل خلال العام معناته صار حمل واستمرت المرأة في حملها، إذا ما يحدث حمل خلال هالفترة السنة معناته هون في مشكلة يجب تداركها. لتدارك هذه الأمور يجب تقييم العقم عند الأنثى والعقم عند الرجل. طبعا بشكل عام بالحالة هاي لتقييم العقم عند الأنثى يجب وضع تصنيف معين لدرجة هذا العقم، هل هو عقم عضوي أم عقم هرموني. فبهذه الحالة نبدأ بالأسهل وليس بالأعقد. طبعا بعد دراسة
السائل المنوي للرجل والتأكد من سلامة السائل المنوي من حركية النطاف ونوع وجودة النطاف وأشكالها الطبيعية وغير الطبيعية، ننتقل إلى المرحلة الأخرى لتحديد العقم الأنثوي. طبعاً نحدد المشكلة. نحدد المشكلة. طبعاً. أسهل الأمور أولها هي الهرمونات لدراسة الوضع الهرموني، الهرم الهرموني عند المرأة. طبعاً عن تحدث أمور كثيرة تؤدي إلى مشاكل واختلاطات عند المرأة هي، ومن هذه المشاكل التحريض المبكر عند المرأة. للأسف أكيد. الشديد بيجينا كثير حالات تم التحريض لديهم قبل دراسة الوضع. طبعاً هذا شيء مخالف للعلم. هلا اكيد دكتور حيكون كثير في عنا استفسارات عن اكثر من موضوع. صحيح. راح احاول اختصر لك اياه هيك بنود قصيره. تفضل. فالاول شيء الدراسه الهرمونيه بعدم التدخل في جسم المراه. هو بنشوف المحور الهرموني ابتداء من الوطاء ومن ثم النخامه ومن ثم الدرق ومن ثم المبيضين. اذا كان هذا المحور الهرموني سليم فمعناته المشكله عندنا صفه عضويه. المشكلة العضوية مشكلتين، هي مشكلة مناعية بين الرجل والامرأة بتكون أحيانا أسبابها مناعية الغشاء المخاطي الموجود على عنق الرحم بيؤدي إلى موت النطاف وعدم مروره، أو سبب وجود التهابات عنقية تؤدي إلى موت النطاف. المرحلة الثانية هي عدم وصول النطاف إلى البيوض بأسباب متختلفة، منها انسداد الأبواق، عدم وجود نفوذية للرحم لإيصال النطاف لتلتقي بالعروس الأنثوية البيضاء ليتم الإلقاح في البوق ومن ثم تنتقل إلى التعشيش في الرحم. هون بتبلش بقى الدراسة بعد المحور الهرموني، الدراسة على المحور الفيزيولوجي الطبيعي للرحم. أكيد. طبعاً إذا لقينا نحن هون نختصر الموضوع، هون إذا لقينا في مشاكل بالمحور الهرموني، ومن هذه المشاكل هي اضطرابات الدرقية، اضطرابات سر الحليب، اضطرابات الهرمونية، احتياطي البيوض عند المرأة. تمام. هذا كلياته بده يكون مدروس طبعا من اول جلسه بندرس هذا بعد على فحص الهرمونات. بيجي الدراسه الثانيه هي التاكد من سلامه الرحم ونفوذيته وفيزيولوجيته. هون في عندنا اول فحص هو بيصير هو بعد اللقاء الاول، فحص ما بعد الجماع. تمام. بعد الجماع بصير سحب النطاف من المراه والتاكد من سلامتهم وحياتهم. اذا سليمين فمعناته المشكله بكاملها عند المراه. الخطوه الثانيه تبدا هي الخطوة تصوير الظليل للرحم، التصوير الظليل للتأكد من جوف الرحم والتأكد من بطانة الرحم والتأكد من نفوذية الأبواق وآلية وديناميكية حركية السائل الشواعي ضمن الرحم. هلا دكتور، الإسقاطات المتكررة عند المرأة هي بتثبت إنه وجود عقم ولا مشكلة كتير كبيرة، ولا شو بيكون وضع مثلا كتير من النساء هلا عم يتابعونا عم يتكرر معهم موضوع الإسقاط، فشو هي بتكون مشكلتهم؟ في على مثلا بيقولون روحوا عند دكتور عالجوا يمكن يكون معكم عقم، بما انه مثلا الحامل ما بيكفي لشهر او شهر ونص او هيك، شو رايك بهيك كلام؟ طيب هلا الاسقاط هو موضوع ثاني. هو الاسقاط هو عدم امكانيه استمرار الحمل عند المراه. تمام. هون بدنا نشوف شو سبب الاسقاط. اهم اسباب الاسقاطات هي اولا وفي البند الاول هو التشوهات الخلقيه للجنين. ننفي نحن وجود تشوهات خلقيه للجنين، سبحان تعالى للحفاظ على البشريه، ويكون في تشوهات صريحه للجنين بيقوم بصير فيه اسقاط ما بيتابع الحمل، بيستمر شهر شهر ونص بيتم. ثاني شيء الاسقاطات بتصير اذا كان في عندنا تنافر زمر وفي تراص. ثالث شيء الاسقاطات اذا كان في عندنا بوليبات ضمن الرحم. تمام. رابع شيء للاسقاطات اذا كان في عندنا اورام ليفيه ضاغطه على هذا الجنين. خامس شيء اذا كان في عندنا في البدايه طبعا اول حمل داء المقوصات او الروبيلا او تورش بشكل كامل، يعني هذا كلياته بيؤدي الى اسقاطات لمره واحده. بيجي عندنا بعد منا الاسقاطات المتكرره بتكون سابقة احيانا انه هذه الامراه او هذه الفتاه عملت اكثر من تجريف لاسباب ما في حياتها، فادى لضعف البطانه وهشاشه البطانه ما بيسمح بانغراس الجنين في الدم. فالاسقاطات باشكالها المختلفه هي احد اشكال العقم، لكن ما نهي العقم الاساسي. العقم هو بيكون لحنا ما يصير حمل، هون في صار حمل. فهون اسمه عقم ثانوي. صحيح. اما العقم الحقيقي هو العقم البدئي اللي بيكون ما الاساس ما صار عنا حمل بالحاله. بدنا نميز بين العقم البدئي والعقم الثانوي. تمام. بهذه الحاله بنرجع، بس هون في فكره بالاساس اللي كنا عم نحكيها، بعد ما قيمنا لحنا الحاله الفيزيولوجيه للرحم ونفوذيته للنطاف وتاكدنا من المحور الهرموني، هون بنبلش نحن نعالج العقم لنعرف شو هو السبب. طبعا المعالجات الغير صحيحه
عندما يتم التحريض والتحريض الجائر للمريضة، وفي نظريتين لا ثالث لهما. النظرية الأولى بتقول لك إنه التحريض بجميع أشكاله لا يؤثر على الفتاة، وفي نظرية بتقول لك لا، التحريض الجائر يؤثر على كمية واحتياطي البيوض. طبعا نظريتين مختلفات، فخير الأمور أوسطها. يفضل ما إجراء التحريض إلا في الوقت المناسب عندما نتأكد من سلامة المحور الهرموني وسلامة المحور الفيزيولوجي للرحم يتقبل هذا الجنين. تيجي الخطوة اللي بعد منها هي التنظير. معالجة عقم بدون تنظير هذا شيء ضرب من المحال، لكن يجب أن نكون كمان حذرين بالتنظير. عن يجينا كثير حالات لحنا، وعندي كثير أنا سلايدات، وعندي كثير أفلام حاططها عندي بالجامعة، بصير تقشير المبيضين بشكل جائر، فبتكون مشكلة المريضة بالانسداد أو قلة خروج البيوض إلى انعدام البيوض. التقشير الجائر للمبيضين يفقد المرأة كم من البيوض، أو بجوز يفقد البيوض بالمرة، وتصبح في سن يأس مبكرة باختلاف عمرها، بجوز تكون عمرها 20-22 سنة عندها سن يأس مبكر. نعم. للأسف الشديد. نعم دكتور، يعني حكينا مطولا يمكن عن كيف بيصير حالة إذا بدنا نقول الحمل، حكينا عن أسبابها وفتنا شوي بموضوع العلاج، ولكن خلينا نطرق لسؤال أساسي. لما الشاب والصبية يتزوجوا أول شغلة نقول لهم أمت تكون جيبوا لنا ولي العهد أو الولد أو بنت، فخلينا نحكي عن الحالة النفسية اليوم قديش بتأثر على موضوع الإنجاب يمكن وحتى بتأخره مثل ما ذكرنا ببداية الفقرة، وقد أيمت يعني هي المدة الزمنية لما يقطعوها بنقول صار في مؤشر خطر إنه تأخر أو وضع مو طبيعي بتأخر الإنجاب. إحنا أول شيء العلاقة الأسرية هي علاقة ورابطة بين رجل وامرأة، يعني مو ليس من الهدف منه هو فقط الأول والأخير الإنجاب. فلحنا قد يكون ارتباط الأسرة أو الشخصين هدلوني فقط بالإنجاب، وتصبح العلاقة الشخصية بين الشخصين فقط أجل الإنجاب، فتصبح هي بشكل روتيني أو وظيفة، وهذا بيأثر على المحور النفسي عند المرأة بشكل قوي، وبجوز يؤدي لسوء إباضة والاضطرابات والطمس إذا تصير تنتظر كل دورة شهرية وكل شهر. فيجب على المرأة أن تعيش خلال العام الأول حياتها بشكل فري بشكل طبيعي، وتترك حالة بشكل الطبيعي إنه إذا صار إنجاب أو حمل فهذا قدر. فهمت شلون؟ يعني ما بيصير تضل تفكر إنه كل علاقة جنسية بعد منها بيصير حمل. صحيح. مثل ما بيصير وبتيجي آخر الدورة بصير تبكي وكذا، هذا كله بيؤدي إلى مشاكل في عملية الإباضة. يعني الإباضة كلها بتتأثر يعني حتى الدورة الشهرية، المحور الدورة الشهرية يتأثر بالعامل الجسدي عند المرأة، يتأثر بالعامل المرضي عند المرأة، يتأثر بالطبيعة. يعني المرأة هي جهاز حساس عندها جهاز الإباضة، اللي هو من آثاره أشكاله حتى الطمس وتواتر الطمس وتوازن الطمس ودورية الطمس، هو معناته أنه في التزام بالإباضة وكل شيء. فهذا وقت بيضطرب عامل النفسي، بيضطرب عامل غذائي، بيضطرب الجو، بيضطرب صحته، يؤدي إلى اضطراب هذا المحور. اضطراب هذا المحور ما عاد يصير في حمل. فكثير تكون في هدوء بالحياة وهدوء بالعلاقة. وبعد عام مثل ما حكينا، يعني إحنا إذا اضطرينا قبل عام كثير من إلحاح الزوجين أنه نعمل فحوصات، أول فحص نعمله هو الفحص للزوج، ومن ثم فحوص بسيطة للمرأة، وليس كما يحدث أنه مباشرة. تلاقيني في كثير حالات عم تجيني أنه مباشرة بلش بطفل أنبوب، رغم أنه عملية طفل الأنبوب أو الإخصاب المساعد يجب أن تكون نهائية. مثلا إذا نأخذ مثال واحد عنده مشكلة قلبية، مو معقول نفتح القلب ومن ثم نخطط القلب. أكيد آخر شيء هو طفل الأنبوب وليس البداية، والتحريض آخر شيء وليس البداية. يعني المرأة جهاز حساس، إذا نحن أهبنا الظروف النفسية وأهبنا الظروف الفيزيولوجية وعطينا تخفيف الالتهابات ونعمل توازن بالدورة الشهرية، بجوز تطلع الحمل عندها بكل سهولة وما بحاجة بالأخير لأي شيء من الأشياء الثانية. يعني دكتور هلا بعد سنة، أول شيء نتروا سنة، وبعدين بعد بسنة ما صار حمل يراجعوا الطبيب ليعرفوا شو المشكلة الحقيقية معهم. إذا طلع وتأكد إنه المرأة عندها عقم، شو هي الطرق يعني، وهل في علاج؟ وإذا في علاج شو هي الطرق اللي ممكن تتبع المرأة لحد ما تخلص من هاي المشكلة؟ طبعا المرأة ما بتتبع شيء، المرأة عليها بالعلاقة الجنسية بس وباتزانها، وعدم يكون في التهابات عندها. خلال فترة العام الأولى بيراجعوا أطباء التولد والجراحة النسائية إذا في التهابات العلاقة الجنسية، بجوز في التهابات، بجوز تتغير الفلورا. أما بقت بيصير عندنا إثبات أنه في عقم على أي هما من المحاور، المحور الهرموني أو المحور الفيزيولوجي، نبدأ المعالجة. أول شيء مثل قلت لك أنه نبدأ بالصورة الظليلة، يعني من الغلط ومن الجريمة أن نبدأ بالتحريض، بما أنه المرأة عاشت سنة من علاقة جنسية متواترة بشكل جيد، معناتها ما عم تصل النطاف أو ما عم يصير لقاء بين البيوض والنطاف.
فكثير عم يصير هاللغط هذا انه منحرض، بتلاقي المريضه مثلا صار سنتين ثلاثه متجوزه عندها مثلا 20 حاله تحريض. هذا بنسميه التحريض الجائر يمكن. كم تحريض جائر؟ لانه هذا غير صحيح، لانه انت عم تحرض مشان شو عم تحرض؟ بلشنا بالحب، بعدين بلشنا حب وابر، بعدين بلشنا بالابر، طب مشان شو؟ اذا هي بالاساس في عندها مشكله، اذا احنا اثبتنا انه النطاف ما فيها مشكله، طب شو المشكله الاساسيه عند المراه لحتى ما تلتقى هون النطفه بهالبيضه هي؟ معناتها بهالحاله يجب ان نعرف شو القصه هي. للاسف شديد في اخطاء كثيره، مثلا اجاني كثير انا في نسوان عندهم انسداد بالابواق، فاتحينهم بشكل قيصريه، بعض الدكاتره يفتحوا شيء قيصري ليتاكدوا من فكوز الابواق، هذا ما بيصير لانه بعد العمل الجراحي حيصير التصاقات. طبعا احنا في شغله مسيره حياه الانثى حتى قبل الزواج بجوز يصير معها التهابات، وكثير احنا بننبه عليها الامهات انه التهابات النسائيه البوليه التناسليه حتى في عمر الطفوله ممكن تؤدي الى انسداد الابواق مستقبلا لعقم مستقبلي. عدم متابعه الامراه او الطفله للحياه تبعها التطور الفيزيولوجي لجسمها بجوز يؤدي كمان لمشاكل التصاقات. معناتها الالتصاقات هذا اهم شيء، هذا من الاسباب الشائعه هذا بصير عندنا لانه عدم وجود امكانيه مثلا انه متابعته عن طبيب. بيجي الموضوع الثاني موضوع الاضطراب الهرموني. طيب بدنا نعرف نحن اذا في سر حليب مثلا بجوز تكون مشكله بالدرق، يعني مشكلتها ما تكون بجوز نسائيه، بجوز بالدرق تكون كمان متاكد القصص. معناتها نحن لناخذ معالجه المراه بشكل صحيح يجب ان ناخذ المحور الصحيح ونبدا فيه طبعاً. يعني نختار المحور، انو محور بدنا نمشي فيه، ليس التحريض هو المحور وليس طفل الانبوب هو الاحمر، لهاللون اخر محاور هاللونه اكيد. تفضل. طيب دكتور اذا بدنا نرجع نحن لقبل مرحله الزواج هيك مشان نرجع نركز المعلومات عند المشاهدين، قبل مرحله الزواج هنن بدهم مقبلين على الزواج، حضرتك قلت انه البنت ما تعمل شيء، بس ولكن بنشوف دائما بتراجع الدكتور المختص فيها، يمكن بيعطيها ادويه خاصه وخصوصا اذا عندها مشاكل هرمونيه او طمسيه معينه، ومنها بيكون في شيء له علاقه بالتحريض، ففي حالات يمكن اصدقائنا حوالينا بنلاقيها باول مره حملت توأم مثلا او ثلاث توائم صار عندها. خلينا نحكي شوي من البدايه كيف هي بدها تراقب حالها خطوة بخطوة، شو هي العناوين الأساسية، يعني ما مشي الحال بهي الخطوة نرجع للخطوة الثالثة لحتى نقول إنه ما عاد في يعني طبيا عملنا اللي علينا، ما بقى نحن قادرين نسوي شيء. هلا هو بشكل عام مع تطور العمر عند الفتاة بيحدث عندها أمور كثيرة، الشق الالتهابي والشق الهرموني. إذا نمو الهرموني سليم، وحكينا أكثر من لقاء عنكم على التلفزيون عن مبيض متعدد الكيسات ونسبة انتشاره في بين النساء، لا هذا معالجات الهرمونية عم تكون أحيانا غير صحيحة، بده معالجة صحيحة لأنه من أحد أسباب العقم، مبيض متعدد كيسات من أحد أسباب العقم. عندك الهجرة البطاني الرحم كمان من أسباب العقم، يعني عندنا عدة أمور هي تؤدي ما قبل الزواج تؤدي بعدين بعد الزواج إلى العقم. طبعا هاي واحد، وقت احنا بننفي هالقصص هاي أو مو ننفي نبلش نحطها تحت الكنترول هالقصص هاي ونبدأ بالمعالجة بنأهب المريضة إنه يصير عندها حمل. اما مثل ما حكيتي حضرتك هلا انه يصير عندها توأم او ثلاثي، هذا كثير في كثير بيجينا نساء هلا عنده هذا المبدا انه انا بدي احاول اجيب توأم، جيب ذكر، جيب كذا، هذا كلياته اول شيء تحديد نوع الذكر او الانثى، هذا طبعا عم يصير فيه كذب ودجل كثير لانه علميا ما في، والمراه ليس لها دور، المراه هي عباره عن بيضه تحمل المورث الاكس، والذكر في عنده النطاف هي اكس واي، فما ليس لها علاقه هون عمليه يعني هي الاكل الحوامض والاتجاه بالسرير كذا. هذا المره تاكل هام انه انا حامل بصبي ولا بنت، شو بيحب جوزي، وهو كمان بيخليها يأنبها ضميره. حسب بالعكس انا رايي انه الطفل شو ما كان هو نعمه من الله، نعم اهم شيء الصحه والعافيه، نتيجه ثمره حب هو او ثمره علاقه جيده، فيجب الفرح فيه. اما تحديد ذكر وانثى فليس له داعي هالموضوع هذا اكيد، فمعناتها هي واحد. اما توام او ثلاثي هذا تحريض، هلا التحريض طبعاً. كمان بحد ذاته بياثر على المراه، ما في تحريض الا هو بيغير العتبه الهرمونيه في الجسم، تغيير العتبه الهرمونيه معناتها المحور الهرموني بجسم كله اعتل، يعني بجوز يؤدي الى زياده في الوزن، يؤدي الى اضطرابات هرمونيه درقيه، يؤدي اضطرابات كظري، يعني كلياتها بتتاثر بالجسم، يعني نحن عمليه التحريض ما انا عمليه هوائية هي، لا بجوز أدي إلى مشاكل في الحياة المرأة. مشان هيك حكيت أنا التحريض يجب أن يكون آخر الطريق هو، وطفل الأنبوب آخر الطريق، والحقن آخر الطريق، يعني مو معقول نلجأ لطفل الأنبوب. هلأ أنا مثلا عندي مئات الحالات مو معقول كلياتهم أنا بلش فيهم طفل الأنبوب، للأسف الشديد في منهم كتير كانوا مارقين طفل الأنبوب، مارقين حقن، مارقين كذا، عن نرجع شوي شوي في منهم حملوا حمل طبيعي
بس على المعالجة الالتهابية ومضادات وزمة وفك التصاقات. حمله حمل طبيعي. يعني المشكلة انك بتحطي انت على مو محور بدك تمشي عليه، المحور الحقيقي هو الصحيح. اما انك تلجئ الى طفل انبوب دغري، يعني انت في شغلة، اذا فشل طفل انبوب انت عمليا الاسرة انهارت، عمليا الاسرة انهارت، لانه انت نسبة نجاح طفل انبوب على فكرة هو نسبة نجاح طفل انبوب مقسمة لعدة اجزاء. عملية طفل انبوب هو عندما يصير انقسام الخلوي فهو نجاح طفل انبوب، اما عملية التعشيش هي موضوع ثاني، صار حمل. بجوز انت ينجح طفل انبوب يفشل عندك تثبيت شو الحمل عند المرأة. فكمان حتى طفل انبوب بدك تجهزي المحور الفيزيولوجي للمرأة مشان يستقبل هالجنين موجود. فبشكل عام العقم هو صفي من المشاكل الخفيفة، خاصة هلا دخلت معنا الخلايا الجذعية، دخلت المعالجات الواسعة الطيف لفك الالتصاقات، صار في هلا تداخلات جديدة وتطورت كثير كثير خلال السنين الأخيرة، فصار في فائدة. يعني العقم قريبا كتبت أنا مقالة من فترة وداعا للعقم، وطبعا مو بشكل جيد بس يعني وداعا، يعني خفت نسبته كثير، بس العقم ليس من المشاكل المحلولة نهائيا حاليا. يعني المشكلة هي مشكلة كثير كبيرة، مشكلة العقم، بس يعني دائما بنحب نعطي أمل لكل حدا أكيد عم يتابعنا ولكل المرضى. دكتور بالبداية حكينا نحن أنه كثير بيصير في إسقاطات، ومنا في كمان بيصير تشوه خلقي، أنه البيبي بيكبر، هو بيكبر كحجم بس ما بيطلع له دقات قلب، هاي كثير عم نسمعها بهالوقت. شو الأسباب؟ شو المشكلة؟ من مين بتكون المشكلة؟ ليش الحمل بيكون ضعيف لهالدرجة أنه البيبي حجمه عم بيكبر بس من غير دقات قلب؟ هلا اول شيء خلينا نعرف احنا هو الجنين شو مشكلته. احنا تطور الجنين وظهور دقات القلب، القرع القلبي على الايكو بين الاسبوع السادس والثامن بيظهر عنا على الايكو. فلحنا مع تطور محصول الحمل متابعه المراه للطبيب اقل شيء كل 20 25 يوم او كل شهر مره لازم تجي. يعني هاي الانقطاعات الطويله غير صحيحه. فلحنا وقت تتطور المضغه الى جنين بتبين عنا نحن التطور هذا خلال أشهر، خلال أسابيع الست الأولى، حتى نحن بالإيكو فينا نشوف نبضات حركية، يعني مو بس حركة القلب، نبضات حركية للجنين، أطراف بدئية بنشوف لحركتها. فوقت بيصير عنا عدم تطور للمضغة للشكل الجنيني وعدم وجود قلب، هون في شكل شغلتين، عنا بيضة رائقة وعنا الأسباب الأمراض، ومنها الروبيلا أو الالتهابات النسائية أو تشوهات خلقية بالنطفة والبيضة أدت لوفاة هذا الجنين. بس هذا ليس لأعمار أكثر من 7 أسابيع أو 8 أسابيع أو 9 أسابيع، يعني إذا بعد 9 أسابيع يعني يعتبر هذا غلط طبي، يعني إذا تراجع الطبيب وما شايف قرع قلبي معناته، يعني لأنه هو بس وقف القلب ما عاد يتطور الجنين. أكيد. فنحن بين السادس والتاسع هتطور القلبي للجنين، هالوريقة اللي صار فيها الأوعية الدموية، الوريقة اللي صار فيها الأعصاب، صار هون في تشكل جنين كامل ولو انه صغير كثير، بس هذا بيتطور. فبعد الاسبوع التاسع بياخذ اشكاله اكثر وحركته اكثر. في الاسبوع ال14 بصير تستطيع الامور، الاسبوع 14 16 ينبض وبصير تشعر فيه الام. تمام. يعني بالاسبوع التاسع انا برجع للمريضه على الايكو شلون على النطوه بتحرك، انت شلون؟ فما بصير. فهي تثبات عدم وجود قرع قلبي بيكون بين الاسبوع السادس والتاسع. هلا في وحده بعرفها فقالوا لها السبب، قال الرحم تبعك شكل قلب حب، في هيك شيء؟ نحن اذا كان الرحم غير مشان هيك السبب انه شكله الطبيعي للرحم كم ثري الشكل مثل اجازه، فاذا كان ذو قرنين او احادي القرن او مثل ما تقولي شكل قلبي ليس له علاقه بالجنين ابدا، لا بجوز يصير اسقاطات بس بنوع الجنين وشكل الجنين وتطور الجنين ما له علاقه. دكتور خلينا نرجع شوي معك للبداية، يمكن هلا جايين على موسم صيف مثل ما قلنا، حكينا كيف نحن ممكن نتأهب نعمل فحص الزواج قبل من قبل العرس، بعد العرس قلنا نحن على مهلنا مدة سنة تترك حال الصبية ما تفكر بموضوع الحمل، لكن بعدين صار بدها تحت ضغوطات نفسية من حالها هي، يمكن حلم الأمومة إنه بدي يصير أم، رفيقتي حملت بعد شهر بعد شهرين إلى آخره، شو الإجراء الطبي اللي بيكون؟ هي بتروح بتعمل إيكو؟ كمان حضرتك ركزت إنه مو بس هي، الزوج كمان لازم يروح يسوي. خلينا نحكي عن قصة قطع العلاج خصوصا بموضوع العقم، اذا قطعت علاج او عملت تبديل ما او اذا غيرت حتى الدكتوره، يمكن الاطباء يمكن عندهم وجهات نظر مختلفه احيانا بتكون بالعلاج كلها بنفس الطريق، ولكن فينا نقول السيستم او الخطوات اللي بيمشي فيها هي مختلفه، هي العوامل كلها قديش عن جد بتاخر يمكن بعمليه حدوث الحمل او حتى بتسبب عقم؟ هلا بشكل عام اذا بدنا نحكي نحن بدون الراي الشخصي
بالرأي الأكاديمي اللي مدرسه لطلابنا بالماجستير والدراسات وبالدكتوراه، المعالجات العقم بجوز تختلف طريقة الدخول إليها، لكن في عنا تراتبية تكون ماشية مع الكل. يعني مثل ما حكيت في البداية، لا يجوز التحريض قبل التأكد من الطرق. صحيح. لا يجوز التحريض زي ما تأكدنا من المحور الهرموني. لا يجوز التحريض زي ما تأكدنا من الزوج. يعني إحنا عنا مشكلة كبيرة هون، أحيانا ما بيرضى الزوج يعمل تحليل سائل منوي. يعني إحنا في شغلة، المقدرة على العلاقة الجنسية لا تعكس قوة النطاف، هيدا نحطها باعتبارنا. هي واحد. اثنين، اختلاف العلاجات الأطباء كله ما مشكلة فيه، بس على ألا يصل إلى صحة الامرأة. يعني ما نحن مثلا نبلش معالجات تؤدي إلى نضب الاحتياطي البيوض، نؤدي إلى تشويه القشر المبيضي. يعني كثير في نساء بيعملوا عمليات تنظير لتقشير المبايض، وكثير أنا شفت عمليات بعد تقشير المبايض. يعني أنا قلت للمرأة يعني يفضل جوزي جوزك خالص، يعني مبيض مثلا مضروب فيه 10-15 ثقب، هذا ما عاد صفي مبيض للأسف الشديد. يعني ما عاد صفي، حتى هي صار بدها علاج للكلس تبعها، لا مشان ما يصير عندنا صنطه مبكر، مشان ما يصير عندنا تراجع بالفيزيولوجية جسمها، صار بده علاج مو عقم، صار بده علاج نحافظ على جسمه على شكله. بده علاج نفسي بعد نفسي. الجمله تبعك دكتور جوزك اكيد يعني للاسف الشديد. يعني في نحن الجريمه احيانا تكون يعني في عند انه اختلاف احيانا بيؤدي الى فشل حياه كامله. يعني نحن لازم ان لا نتخطى البروتوكولات العلميه، لا نتخطاها، لأن البروتوكول العلمي حط إنه مثلاً إحنا تقشير مبيض 1-2-3 مقشر، مثلاً الحرارة تكون هالقد، نسبة النفوذية هالقد، وقت بتساوي أنت أكثر من هذا معناتها المشكلة تزداد وتتفاقم بتضر المرأة. يعني دكتور قبل ما نختم معك، هيك حكينا كثير يمكن، وكانت فقرة كثير غنية بالمعلومات والنصائح، وأهم يعني يمكن بالنسبة لي من المحيط قصة التحريض. دائماً قبل ما تتجوزي حأعطيكي إبرة التحريض، يمكن هي من الأخطاء اللي كثير شائعة. خلينا نقدم نصائح سريعة جدا لحضرتك لكل المشاهدين. أول شيء، العلاقة الزوجية هي علاقة تفاهم وتناغم بين الزوجين. ثاني شيء، العلاقة هي يجب أن تستمر، ونجاحها طبعا يكلل هو بإنجاب جنين طفل. ثلاثة، عدم التسرع في العلاجات الغير صحيحة. أربعة، إن شاء الله كل أسرة تحصل طفل وطبيب جيد لعلاجه. أكيد دكتور، معلومات كتير قيمة ومفيدة، وكل حدا أكيد عم يتابعنا استفاد منها. متشكرك على وجودك معنا، ومنشوفك أكيد بحلقات قادمة. لك الله خليك. أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، والله يعطيكم العافية، ونتمنى النجاح للجميع. دكتور هيثم عباسي، اختصاصي بالأمراض النسائية، شكرا كتير لك ولكل المعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها. شكرا لك، الله يعطيكم العافية، شكرا لكم. هلا فيك سمر. رح نروح على حلب ونعرف، رح نبقى بأجواء المسرح، ولكن خبرنا هلا من حلب، حيث يعرض على مسرح نقابة الفنانين في حلب مسرحية هيك سارة، ويتناول العمل المسرحي عددا من القضايا التي ظهرت نتيجة الأزمة والحرب الإرهابية التي يتعرض لها وطننا، إضافة إلى تسليط الضوء على هذه الظواهر والقضايا الاجتماعية بقالب كوميدي ناقد. تفاصيل أوفى بتقرير لزميلنا وليد هنايا، خلونا نتابع. أقامت فرقة المهندسين الفنية في حلب عرض مسرحيتها هيك صار على مسرح نقابة الفنانين. يتناول العمل المسرحي عدداً من القضايا التي ظهرت نتيجة الأزمة والحرب الإرهابية التي يتعرض لها وطننا، إضافة إلى تسليط الضوء على هذه الظواهر والقضايا الاجتماعية بقالب كوميدي ناقد، تتبلور في نهايته رسالة توعوية. هدف المسرحية هيك صار هي الحس على المصالحة الوطنية على أساس الحب والتسامح. هي الرسالة الأساسية اللي نحن حابين نقدمها للجمهور. الحبكة هي فكرة أني أخ معارض غرر بابن أخوه وحيد، وهو بيسمم أفكاره وانتقل إلى الإرهابيين. هل تسمم الأفكار أدى بالشاب الصغير أنه ينتقل للإرهابيين وبيموت هذا الشاب الصغير، فصار في عنا فجوة بالعائلة بين الأخ الكبير والأخ الصغير.
والأخ المعارض بيروح بيكتشف أنه هو غلطان وأن هي لاي ثورة ولا شيء عبارة عن فتنة للبلد، فبيسلم سلاحه للدولة وبتعفي عنه الدولة. بس إيش في عنده مشكلة؟ مشكلة أن أخوه أنه يرجع يقبله، لأنه هو اعتبر أخوه أن سبب فقدان ابنه هو سبب أخوه أن يلوث له أفكاره. فنحن بمشهد آخر شيء اسمه المسامح كريم من صالح الأخوة مع بعضهم، أني لا تكفي المصالحة، نحن بحاجة للمسامحة. عمل كوميدي هادف، العمل بيحكي عن أنه هيك ليش هيك صار، وطبعا أنا أخذ فيه دور الجد اللي بيكون عنده ولدين في المسرحية وبيحاول أنه طبعا ما رح نفسد عليكم المشاهدة، بس انه هي بتهدف للمصالحة. فرقة المهندسين الفنية عم بتقدم هذا العمل الثاني بعد اللي عملناه سابقا، كان عملنا السابق اللعبة اكبر من هيك، المجموعة بس بنقدر نقول كبرت شوي، الشباب تطور ادائهم اكثر كتكنيك حركة وممثل، النص قوي كثير، مركزين فيه على مجموعة من الامور يعني، ولا نقول فيها ايش اللي وصلنا لهون وانه هيك صار. هذا العمل عم يشرح الاسباب والظروف اللي وصلتنا لهون، عم نقول نحن هيك صار، انه يا ناس في اشياء واسباب كثيرة وصلتنا لما وصلنا عليه. طبعا من هي العمل من هي بالمصالحة الوطنية، طبعا لا بديل من المصالحة الوطنية، لكن بشرط انه يكون الانسان اللي بنصالحه مملطخة ايديه بالدماء. مسرح هو سيد الفنون، طبعا حلب بحاجة الى بقعة ضوء دائما نتيجة الالم اللي عانته، الان الناس عم تحب تجي على المسرح، وهذا دليل عافية انه الناس ما زالت تحمل الثقافة والفن في روحها وفي قلبها. مجموعة من الشبان عم يقوموا بهذا العمل طبعا بقيادة فنان محترم عمر شعراني، الحقيقة عم يتركوا اثر، هناك فكر، هناك فكرة من وراء هذه المسرحية لإيصالها الى الناس، عم تعالج الوضع اللي عم يعيشه الناس والحياة الاجتماعية الموجودة وبعض الصعوبات. عموما مسرحية حلوة وتستحق المشاهدة. أكيد هي خطوة كتير جميلة، والمسرح بحلب عنا عم بيتجدد وعم بعيد قلقه بوجود الوجوه الشابة يلي بتتمتع بحب المسرح، وإنه هي عن جد عم تعمل هذا الشيء موهبة وشيء حب نابع عن إنه إرادة شعب، قوة شعب. تضمن العرض عدة أغاني من كلمات الشاعر صفوح شغالة وألحان محمد أغيد شعراني ولوحات رقص تعبيري لفرقة نايري ماركريان. وهلا يا نيرمين حنتعرف عن كتاب رواية جديدة عن الحرب القادرة على سوريا، سوريا قراءة تحليلية لسياسات التدخل في شؤون الشعوب والبلدان ونهب خيراتها تحت يافطات الدفاع المزعوم عن حقوق الإنسان. الكتاب ألفه الدكتور غسان عباس، وبين الكتاب الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب أن الحرب على سوريا التي رفعت أدواتها شعارات الديمقراطية تجلت حقيقتها في الغزو والعدوان الذي موله ورعاه تحالف لأنظمة عربية وغربية بالاعتماد على الإرهابيين المرتزقة ضمن مخططات تسعى للتحكم بالطرق التجارية والممرات البحرية وبسط النفوذ على أنابيب النفط والغاز والسيطرة على الثروات الطبيعية للبلدان العربية وأطباق الخناق على الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.
سمر، وصلنا لختام جولتنا الثقافية لليوم مع خبر على الرغم من أن المغنية ريانا لم تصدر ألبوما غنائيا منذ أكثر من 3 سنوات، فمن الواضح أن عملها الجاد في مشاريعها الأخرى يؤتي ثماره. بحسب قائمة فوربس السنوية لأثرياء العالم، فإن ريانا هي الأغلى عالميا بين الموسيقيات، وتمتلك ريانا ثروة تقدر بنحو 600 مليون دولار جنت معظمها من مجموعتها فينتي بيوتي لمستحضرات التجميل، وبذلك تكون ريانا قد تجاوزت كل من مادونا وبيونسي التي تصدرتا القائمة. أكيد يا نرمين، لهم نكون وصلنا لختام جولتنا الثقافية. متابعين ببقية فقرات صباحنا غير بعد الفاصل. سمر، وصلنا لمحطتنا التالية لليوم. نحكي دائما بعلم النفس عن معايير الجمال، يعني انت بتحبي شغلة غير انا اللي بحبها. أكيد. اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم، فليس كل ما تنجذب اليه النفس البشرية جميلة بالضرورة، ومن الصعب ان تقابل انسانا مدركا لكل رغباته الكامنة في اللاوعي. أكيد يا نرمين، لذلك في بعض الأحيان قد يعرض الإنسان نفسه لأشياء تثير النفور أو الإشمئزاز في نفسه، غير مدرك أنه يفعل ذلك عمدا لأسباب نفسية لم يطلع عليها بعد أو يفهمها. لنحكي عن معايير الجمال وكيف ننجذب إليه مع غالية سعيد. يسعد صباحك يا غالية، كيفك؟ أخصائية أكيد بعلم النفس. يسعد صباحك. صباح الخير وصباح الجمال وصباح وجوهكم الرائعة وابتسامتكم اللطيفة. بعد في داعي نحكي عن صباح الخير والرواق غالية. دائما انت معنا وبنحكي بمواضيع هيك جديدة وكثير حلوة. عم نحكي اليوم عن موضوع معايير الجمال، مثل ما كنت عم قلها لسمر، هي مختلفة بين شخص وشخص. خلينا نحكي أول شيء معايير الجمال، مين عم يحددها اليوم وكيف تتحدد بالمجتمع؟ يعني كيف بنقول إنه هي حلوة أو هي شغلة حلوة؟ تمام يا عزيزتي، دائما بنسمع في كلمات بنطلقها بالملأ بين العوام، بيقول لك الجمال بعين ناظره. هلا هي كلمة، يمكن ثلاث جملة من ثلاث كلمات، يمكن الكلمات إذا بنتجزأ لحروف رح تلاقي فيها معاني كثير عظيمة وجسيمة. فعلا فعلا الجمال بعين ناظره، في أشياء كثيرة مثل ما تفضلتي وقلتي هلا، وفعلا كانت العبارة لطيفة كثير، إنه الجمال بيتراوح من شخص لآخر. معايير الجمال ما لازم تكون مثل ما موجودة عندك، مثل ما موجودة عندي، مثل ما أي حدا بينظر له. دائما الجمال احيانا في دراسات ونظريات قالت انه هو يسند او يرتبط الى الحاله النفسيه او الحاله المزاجيه. رح ناخذ مثال كثير بسيط، فلنفرض انه انا وياكي اليوم طالعين مشوار، انا روا وانت لا، او بالعكس خلينا نقول، اخذتك على مكان هو مكان جميل، هو يتمتع بمقومات الجمال، اقول لك نرمين ليكي ليكي كيف الجو هيك، بتطلعي فيني وتقولي لي بس عطيني وين الجمال بالموضوع. شو مبسوطة، شو اللي عجبك مبسوطة انت يعني؟ وين الجمال بالموضوع؟ خاصة إذا كان الجو هيك شوب وما بتعرفي لسه الفيزيولوجية شو، اللي شوفي الدباء والشوب والحرارة، انت غالية وين عم بتشوفي الجمال؟ بس بهالحالة أنا طلع علي على الجانب الثاني مثل إني لا أنا مستمتعة وروى ومدري شو، فأنا بقول سوري بنكتها، أنا بقول عنك نكدية وأنت بتقولي يعني إنه أنا بعالم ثاني. فمعايير الجمال بالنسبة لنا نحن اثنين اختلفت. بس كأنه النفسية بتأثر كتير على هذا الموضوع، يعني طبعاً إنه النفسي أنا طالعة من البيت مبسوطة أكيد إذا بدي أروح على هذا المشوار حكون كتير مبسوطة، وأنت مثلاً إذا كان ضحكتك حلوة أنا حشوفك حلوة، مع أنه مثلاً الشخص اللي معي حيقول لا مثلاً مو حلوة، والشخص الثالث ممكن يقول عنك جذابة. ممكن نحن نفرق بين الجاذبية والجمال، برأيك شو هو؟ تمام يا عزيزتي، فعلاً هاي الشيء دائماً بيطلع من منطلق داخلي. يعني هلا مثل ما تفضلت قالت سمر، احنا لما بنفيق الصبح بنكون احنا كثير هيك رواق ومبسوطين مع حالنا، بتوقفي جنب المرايه وانت عم تلبسي بتستشعري لحظات الجمال بحالك، يعني حتى بتقولي انه انا معقول، حتى يمكن بتكتشفي احيانا مواطن للجمال عندك يمكن ما كنتي مكتشفتيها. اكيد لما بتفيقي حالتك المزاجيه ما انا رواق او ما انا جيده، فوانت عم تلبسي ومخلصه الباقي وخلص على 24 طالعه اللي حواليكي بيقولوا لك ايه كثير طالعه حلوه، انت على حلوه يعني معلش بدون تملق عند الصبح انه لك لا انه كثير انت حلوه. فمعيار الجمال فعلا يمك عن الجمال الخارجي، عم نحكي عن الجمال الداخلي، هو بيلعب الحاله النفسيه كثير مقوم اساسي بالنسبه له. هذا اذا بدنا نرجع كمان على انه الامراه هي تتمتع او
معدلات معايير الجمال هي عندها هي أعلى بكتير من الرجل، على كونه أنه هي إنسان جزئي بينتبه للجزئيات بياخد بالتفصيلية، فهي معايير الجمال عندها عالية جدا بمقابل كتير دراسات قوية بالنسبة للرجل. رجل بياخد النظرة الكلية فبيطلق لك أنه يا حلوة يا بشعة يا جميل يا مو جميل، أما نحن عندنا جزئيات الجمال وبيتقسم هذا جمال هيك وهذا جمال هيك وهذا جمال هيك. خلينا نقول مبدئيا انه معيار الجمال فعلا هو داخلي وذاتي وحسب المعتقدات والمورثات والثقافه اللي موجوده ضمن الخزينه اللي عندنا، منه بنقول على الاشياء جميله او لا. نعم غالية، يعني عم نحكي عن معايير الجمال عكسها قبح، يا ترى بدنا نحكي بعلم النفس في معايير للقبح وممكن انا انجذب لشيء قبيح؟ هلا معايير للقبح، للقبح بحد ذاتها هي الكلمه يعني بدي اقول لك انه في معيار او في شيء هيك، دائما الشيء الوجهين، يعني ما في جمال مطلق ولا في قبح مطلق، دائما له وجهين. هلا المعيار دائما لما انت بتقلبي هذا الشيء حسب انا الشيء اللي عم بتصرف معه، احيانا ممكن تكوني انت مثلا عم تستعملي شيء او رايحه على مكان ولكن هذا الشيء بالنسبه لك بهي الحاله هو ما بيرضيكي او ما بيناسبك، فعقلك بصير دائما بيعطيكي الجانب المظلم من هذا الشيء، انه ليكي هذا المكان سيء، ليكي هذا الشيء سيء، ليكي هذا الشيء قديش هو بشع، قديش هو ما له مناسبنا، ولكن يمكن بترجعي بحقبه زمنيه ثانيه او بوقت زمني ثاني بتروحي لهذا المكان بتقولي انه لا هو ما له سيء بهي الدرجه، يعني انه يمكن كانه صار في عندك محاكمه عقليه بهذا الشيء، فحتى معيار انه اذا في شيء قبيح ولا في شيء بشع كمان هذا الشيء بيرجع مرجعيته ذاتيه من الداخل. اختلاف وجهات نظر، معناته اللي ما بحبه فبشوفه قبيح، يعني هلا يمكن تشوفي انت مثلا هذا شخص قبيح انا اشوفه جميل مثلا، يمكن يكون في علاقه حب بيناتنا انا اشوفه مثلا احلى حدا بالدنيا وبالعكس اكيد صحيح. خلينا نحكي اذا في موجوده علاقه الحب شو بياثر مثلا واحد كثير مثلا ما حلو، كيف يعني كيف بياثر هذا الشيء، كيف الواحد بده يشوفه حلو ما بعرف. رح اقول لك دراسه انا صدمتني وانا عم بقراها، قال النساء بتقول انه النساء بدراسه بتقول لك انه هي بتشوف الرجل جميل 5 أضعاف عن ما انه هو موجود بالواقع، فتخيل مغشوشين وبعد ما بتتركه وبتنفصل عنه فهي بمعدل انه مدى القبح، انه حتى انا اسفه على العاميه بتقول معقول انا كنت حابه هاد. حتى الدراسه بتقول لك نفسها كمان انه بعد ما ينفصل عنها بيشوفها جميله بما يعادل 80%، فغالبيتهم بيتحسروا بعد ما بينفصل عنها، خاصه اذا كانت هي فايته بمرحله نفسيه انه شدت على حالها، فبتمرق حدا بيقول انا ما كانت حلوه هيك لما كانت معي، كيف انه صارت جميله وكيف. فتخيلوا نحن قد ايه نحن رايحين انه مستوى انه بنشوفه جميل 5 مرات، مع انه بيجي حدا يمكن من رفقاتنا الحدقه تبع العين بتتوسع بس تشوفي كثير من الامور بتصير انه هذا الانسان الجميل اللي نازل بطوق جناحي، مع انه حدا اللي جنبك بيقول له انه لا يمكن معايير الجمال بتختلف، انت ما كنتي هيك، يعني بتقولي انه انا بدي حدا هيك كذا وهيك كذا وهيك كذا، فلا خلص انت حسب الحاله النفسيه اللي بتكون عندك حسب الاشياء اللي عم بمليها عندك فانت فعلا بتلاقيه جميل وما بتقبلي حدا ابدا يعلق عليه ولا بكلمه، يعني بس تنفصلي عنه فبتصير بتقولي كان معكم حق لانه كنت اخذ اختيار اعمى. لا ايوه بيعول على انه الحب اعمى. الحب اعمى. خلينا ننتقل لموضوع كثير مهم وهي معايير الجمال مثل ما حكينا اليوم بين الشكل، اكيد احنا لما خطوط الموضه بتنرسم فبنصير باللا شعور لانه موجود هيك بالسوق بنقول هيك الدرج او هيك الحلو، تمام؟ حتى بمعايير الشكل يمكن عيادات التجميل التقنيات اللي عم تكون خلقت مفاهيم لجمال جديده، اليوم بظل هذا التغييرات اللي عم بتصير يمكن او الواقع اللي عم يفرض حاله علينا، قديش بضل جمال الروح يعني اهميته وتقله اليوم بمعايير الجمال؟ والله الكلام اللي عم تقولي رائع جدا، ولكن للاسف مو كثير فئه كبيره عم بتقدر الكلمه اللي انت فعلا قلتيها واللي هي كثير رائعه، جمال الروح. لانه للاسف نحن عم نمشي بتيار كثير سريع اللي هو انه هي عملت فانا لازم اعمل، مع انه انا بقول انه حلو الجمال والجمال فعلا برجع بقول لك جماله بعين ناظره، ولا بأس اذا كان الانسان مثلا عنده حاله معينه او حابب يكون هو يضيف جماله، اذا كان في عندك انت قناعه ذاتيه وليس تاخذ من باب انه انا بس بدي اقلد، يعني انا مثلا بيجي بشوف الي صديقه عامله شيء معين بحال ذاتها يمكن لها كثير يكون جميل، يلبق لها ياخذ ملامح وجهها يعطيها تفاصيل، بس بجوز انا اجي اعملها تلاقي شكلي لا ينتمي لاي شكل هندسي، يعني خلص ما بقى اشبه حالي ابدا، ولكن خلص انه انا ما حدا عمل هيك فانا لازم اعمل هيك. نفس الشيء على معايير الجمال بالنسبه لللباس،
كثير اشياء احيانا على مبدا لون بيكون انت مثلا هذا اللون كثير لابق لوجهك، كثير رايح لك، متناسق مع حالتك النفسيه. تخيلي انا اجي البسه وانا ما بيلبق لي او ما بيناسبني، ممكن انا تيجي تقولي لي انه لا يا غالي كانه هذا ما بيناسبك او شيء. لا اذا بتريدي هلا هذا اللي دارج وناسبني ما بيناسبني انا بدي البسه. هيك الموضه، انا هي الكلمه كثير بتستفزني لما بيجي بقول هيك الموضه. هيك الموضه اوكي، هي خلقت لاشخاص يمكن بتلبق لهم، ولكن في اشخاص خلينا تاخذ خط ثاني حتلاقوا كثير في للاسف في كثير ناس عندها معايير للجمال جدا عاليه، بتحاول انه هي تخفيها وتطلع معايير، تتبنى معايير واقتباسات هي ما بتشبهها ولا بتلبق لها اساسا. تلاقيهم بياخذوا اشكال غير، الوان لحدا ثاني، شخصيات لحدا ثاني، يعني بالمجمل بيقيموا شخصيه ومعايير واشياء وبيلبسوها وبيعملوا يعني اخفاء كامل لمعالمك ولمعايير الجمال الموجوده عندك. بس اكيد جمال الروح ما حيروح، يعني مثلا ممكن تلاقي شخص جميل بس نفسيته ما حلوه او ماله مهضوم بالمره، يعني مستحيل تعدي تاخدي وتعطي معه، عرفتي؟ وشخص يعني جماله عادي بس يعني طريقه حكيه كذا ممكن تكون كمان ملفته كثير للنظر. كيف فينا ننجذب لهدول الاشخاص او خلي يعني ياخذوا راحتهم بالحكي كذا وهيك؟ كيف فينا هن الجد الحلوين ولكن الجديين ونفسيتهم ما حلوه؟ تمام، مثل ما تفضلتي دول الاشخاص اللي بيكونوا كثير جميلين نحن اكثر شيء بنصدم فيهم نحن البنات لما نشوف حدا كثير هيك واو، بتلاقي كثير جميل بس مجرد ما يبلش يفتح معك الحديث فانت بترجع هيك لورا انه لا في مجال تضل ساكت وانا اتفرج على الجمال، ما في داعي تكمل دائما الكلام. هدول الاشخاص بقول لك انه هن موجودين ومكررين بشكل كثير كبير. في دراسة بتقول لك انه احيانا الشخص لما بيكون فعلا في عنده هزة نفسية من الداخل، في ناس كثير بيكون عنده حالة من قلة الثقة بالنفس او حالة من الارتجاج النفسي الداخلي جدا، فبيحاولوا انه يغطوا هذا الشيء عن طريق انه يخترعوا معايير للجمال زيادة عن اللزوم. فبيقول لك انا بحاول اني انا ما احكي. في اشخاص بتكون ثقتهم النفسيه كثير كبيره او طاقتهم كثير عاليه فما بيهمه، يعني مثلا بتقلي له انه بيقول لك انه انا رايح، بتقول له ما بدك تركز حالك او تعمل شيء، بيقول لك ليش انا رايح ليشوفوا شكلي ولا ليشوفوا معلوماتي بس مثلاً. الشكل كثير بياثر على النفسيه يعني طبعا بياثر، يعني يوم ما تعتني بحالك وتزبطي بحالك وتطلعي او يوم ما يعتني كمان الشاب بحاله يعني اكيد كثير بياثر على النفسيه، بتطلع في ثقه بالنفس، في يعني هيك الواحد بيكون سعيد ومبسوط وقاعد عم بيشوف العالم تتغير كثير، بتفرق النفسيه. طبعاً هذا شيء اكيد، طبعا شيء اكيد. هو بالنهايه معيار الجمال هو قانون اتزان، يعني ميزان بده يكون بينك وبين ذاتك. يعني كمان احنا ما عم نقول اذا كنا حدا كثير ممتلئ وعنده معلومات تطلع بالبيجامه، اكيد لا، لانه بده يكون في شيء مراعاه للناظرين، يعني ما تطلع بالشيء بس انه شيء يلبق لك، يعني شيء تعرف انه مثلا انا كغاليه انا غاليه بهذا الشيء اللي انا فيه، مو البس شخصيه حدا ثاني او البس ثياب حدا ثاني او اعمل شيء انا ما بيشبهني. فالجمال هو ميزان لازم يكون في عندك فيه اتزان، يعني حتى على مبدا انه انا لازم انه لاني هيك لازم اطلع هيك، لا اكيد لا اكيد لا، في من جوا اشياء يا جماعه كثير حلوه. جمالك من جوا لما بتكون انت متوازن مع حالك ورايق وعم تعرف تفهم حالك صح كثير بيطلع على وجهك. وبتسمعيها احيانا لما بتكوني عن جد فايته بحاله سلام داخلي، بيقول لك انت اليوم كثير جميله زياده عن اللزوم، عامله شيء؟ انت بتقولي ما انك عامله شيء ابدا، بس في عندك حاله من السلام الداخلي صايره جوا، حاله من الموازنه، حاله من الهدوء، يعني الحرب اللي ناشئه عندك جوا انت هيك هديانتي عارفانه شو بدك شو عليكي. فاول علامه بتعطيك اياها معايير الجمال هي بشرتك الصبح، فبتشي بتحسي حالك عن جد رواء وما احلاكي وخلص طلعت معايير الجمال. حتى وانت احيانا عم تعملي الميك اب تبعك بتحسي انه انت ما في داعي لهذا اللون وما في داعي لهذا الشيء، انا حاسه انه في جمال ظاهري طلع لحاله. نختم سمر ولا فينا نسال سؤال اخير؟ معنا وقت قبل المنجز؟ ايه خدي دقيقة معك. معنا دقيقة بسؤال أخير بدنا نختم معك اليوم، ولنفرض نحن بدنا منحب شخص ولكن بده شوية رتابة يمكن أو بدنا نشوفه بصورة أحلى، كيف نحن ممكن نوجه له شوية ملاحظات بطريقة كتير لطيفة كتير ظريفة بس ممكن يعدل من سلوكيات لنضل نشوفه بأحلى حلة؟ تمام حبيبتي، أهم شيء دائما نقتنع أنه كل إنسان جميل بس ما بيعرف مواطن الجمال الموجودة فيه. فان يعني بيجي بيقول له مثلا انه انت حدا بدك تقولي لي ايه وغالي لك انت جميله
عندك كذا عندك كذا، بس انا بتوقع اذا عملتي هيك اول شيء تبرزي مواقع الجمال اللي فيه، بس طلعتي مكان الجمال اللي هو فيه وضغطتي له عليه وخليتيه ينتبه عليه شويه لفته بسيطه، واذا كنتي شخص كثير مقرب منه وبيحبك فتاكدي انه عم يسمع لك. بس نبلش بالاسناء، ما نقول انت ما عندك شيء، اكيد كل واحد عنده شيء وكل واحد عنده اماكن جمال بس ما عم يقدر يكتشفها. بالنهايه الجمال جمال الروح وجمال القلب وجمال رؤيتك لحالك قبل ما تكون رؤيه المجتمع لك. اكيد صباح الجمال اكيد غالية، دائما نحن مستمتعين بنكون معك وفقرتك لا يمل منا، ونشوفك بحلقات قادمة. شكرا لك. تسلمي لي. شكرا لك. شكرا كثير لك غالية. شكرا. وهلا اكيد نيرمين حننتقل لغرفة الاخبار لمتابعة اخر المستجدات على الساحة السياسية المحلية والعربية والعالمية مع علا ابو خضر. يسعد صباحك يا علا. يسعد صباحك سمر وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لاهم واخر الانباء ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. ذكر مراسل الإخبارية أن وحدات الجيش العربي السوري تبعت ملاحقة فلول إرهابي جبهة النصرة على محور تل ملح وكفرهود بريف حماة الشمالي بعد تكبيدهم خسائر بالأفراد والمعدات، رغم التحشيدات الكبيرة للإرهابيين والمفخخات التي حاول التنظيم الإرهابي استخدامها لإحداث خروقات في خطوط الاشتباك. وأفاد المراسل بأنه تم التعامل مع المفخخات وتدميرها من قبل وحدات الجيش العربي السوري قبل وصولها إلى خطوط الاشتباك بالتزامن مع توجيه ضربات مركزة ضد المجموعات الإرهابية التي حاولت التسلل عبر الخطوط الأمامية واستهداف خطوط إمدادها الخلفية ومقرات قيادتهم بسلاحي المدفعية والصواريخ. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها في سوريا والعراق ولبنان واليمن لأن شعوب المنطقة ترفض سياستها وتوجهها. ظريف قال إن أمريكا اليوم في موقف ضعف بعد أن ارتكبت العديد من الأخطاء، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يفرض قانون الغاب على العالم بسياساته وممارساته العدوانية والابتزازية. أكدت الحكومة الفلسطينية أن تصريحات السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان حول حق إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية تعطي الضوء الأخضر لهذا الكيان الغاصب لمواصلة عدوانه على الشعب العربي الفلسطيني وأرضه. وأوضح المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم أن هذه التصريحات الخارجة عن الشرعية الدولية والمتماهية مع سياسات الاحتلال التوسعية تؤكد أن فريدمان سفير للاستيطان وللعدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف التي أقرتها الشرعية الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. في خبرنا الأخير، شن الجيش اليمني واللجان الشعبية عدة هجمات بطائرات مسيرة على مطار جازان السعودي قرب الحدود مع اليمن. مصدر بسلاح الجو المسير أكد أن الهجمات الجوية على المطار استهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في العدوان على اليمن. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز، والآن عودة إليك سمر. يعطيك ألف عافية يا علا، شكرا لك كثير. سمر وصلنا لختام صباحنا لليوم مع فقرة كثير حلوة وكثير ظريفة، والروائح اليوم بلشت تهف بالاستوديو بين تخرج وفرحة عرس وولادة. عم يبرز دور تفاصيل الفرح لتتميز كل مناسبة من مناسباتنا وتظهر بأبهى حلة. ولما نحكي عن المناسبات وعالم الهاند ميد، تلعب صناعة الصابون بروائح العطرة ومنتوجاتها المختلفة دور بتزيين المشهد وإضافة لمسة سحرية. لنحكي أكثر عن صناعة الصابون ونتعرف على
منتجات فريدة الحرفية رهف شرف مختصة بصناعة الصابون صارت معنا. الله يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك رهف. أكيد يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أول شيء متشكرك على وجودك معنا، ومثل ما قلتي نيرمين روائح كتير حلوة ولمسة أضفتي عن جد لمسة رائعة على الاستوديو. بالبداية خلينا نحكي عن الصابون، نحكي عن المكونات الأساسية اللي بتستخدميها لصناعة الصابون. هلا صناعة الصابون بشكل عام تتكون من مكونين أساسيين اللي هو الزيت ومادة قلوية اللي هي الصودا الكاوية. خلال هالمكونين أنت بقى نحن بنضيف إضافاتنا اللي نحن بدنا إياها، إن كان زيوت عطرية، إن كان فيتامينات، أي شيء ألوان نحن بنضيفه على هالمكونين الأساسيين ليتشكل عنا الصابون اللي نحن بدنا إياه. أكيد. خلينا نحكي شوي هالريحة الحلوة من وين جاية؟ شو المكونات اللي عم تستخدميها؟ ونبلش شوي شوي نستعرض المنتجات مع بعض. هلا نحن وقت بنساوي الصابون بنضيف نحن الزيوت العطرية اللي احنا بدنا اياها او حسب الطلب. الزبون بيكون مثلا بيحب روايح النظافة او روايح الشرقية مثل العود والمسك والعنبر، فمنضيفهم نحن خلال صناعة الصابون، نحن منضيفهم على الصابون ومنشكلهم بأشكال وبتضل الريحة موجودة بقلب الصابون. أكيد رهف، أنا أكيد لفت لي نظري هاي الصابونة الصغيرة، خلينا نحكي عنها بما أنه يحرف الاسم مثل اسمي سمر، خلينا نحكي عنها وشو الريحة اللي حاطتي لياها. هدول الأحرف ممكن يتاخذوا لتوزيعات ولادة أو ممكن لأعياد ميلاد، كتير بياخذوها لأعياد ميلاد بتضل سوفينير حلوة للولاد. الحرف تبع صاحب المناسبة ممكن نساوي له، يعني نضيف عليه تصاميم مثل تاج أو بابيون أو أي شيء هو بيختاره، واللون طبعا حسب هو اختياره. ريحتها من شو؟ الروايح ريحتها رمان. تمام. روايح رمان، في كمان ريحة الدوف، هدول أكثر شيء العالم بيحبون لأنه روايح هادية، روايح نظافة بعيدة عن الروايح الثقيلة مثل المسك والعود يلي أنت ماسكتيهم. هدول تشكيلة رمضان. هذا البوكس اللي كتير حلو شكله من تشكيلة رمضان، يعني من الألوان رمضان. والمسبحة والتنسيق. خلينا نحكي عن روايح المستخدمتيها والأشكال، يعني كهدية بدي فوت لعند شخص ما في أحلى من هيك هدية. تمام. هي يعني كمان بتضل دائما طول العمر بتضل ذكرى حلوة، ريحتها ما بتروح، خصوصي الروايح الثقيلة مثل هدول المسك والعود، روايحها دائما إن شاء الله. وموديلها كتير حلو، حتى ممكن انت تستخدميها، يعني اللي بحبوا يستخدموها مع سجادة الصلاة او حتى بيعلقوها بالسيارة فبتعطي ريحة حلوة. رهف شو بتلاقي، شو بيميز منتجاتك عن غيرك، شو المميز؟ هلا انا عم شوف مثلا مثل ورد ومثل الاحرف مثل كانه هون للولاده، احكي لنا عن منتجاتك اكثر وعن الميزه تبعهم. هلا لازم الواحد يكون عنده موديلات كثيره وغير يعني غير الباقي مميزه مشان ما يكون في دائما نحن عم نكرر الموديلات، لازم يكون في موديلات مبتكره دائما نطلع بشيء جديد نبعد عن الشيء التقليدي مشان نضل نحن مميزين عن غيرنا. فدائما نحن عنا لكل مناسبة أكثر من 5-6 موديلات، مثل هلأ مثلا التخرج، هلأ موسم التخرج فعملنا طبعا. هيك هدول الموديلين. ولسه كمان في تقريبا 3 موديلات كمان لسه عم نشتغل عليهم مشان نطرحهم هلا ان شاء الله. وفي للولادات كمان في مثل هون هالاشكال هي لصبيان وبنات. طبعا لصبيان وبنات. بنات سنون. بدي اسالك نيرمين، اكثر قطعه لفتت لك نظرك؟ انا ما في شيء ما حبيته صراحه. ما في عندك قطعه مثلي انا مثلا، انا لفتت لي نظري هي ريحه النظافه. يمكن حبيت هي الورد. الورد بوكي الورد. حبيت الورد هيك كثير عم يحبوا البوكيهات لانه بتعطر الصالون. صحيح. ويعني غير مثلا الورد الصناعي، الورد الصناعي ممكن تاخذيه شكل بس بدون ريحه ما فيه حياه، اما الورد من الصابون موديل حلو حتى الوان حلوه، انت بتختاريها حسب ديكور بيتك وبضل ريحته فايحه بالمكان اللي موجود فيه. رهف بدي اسال عن موضوع كثير مهم، انا اشتريت هاي القطعه، كيف ممكن انا احافظ على ريحتها تضل فواحه؟ يا ترى لها شروط حفظ معينه وقديش بتدوم؟ لا ابدا ما لها شروط حفظ، يعني هو الصابون خلص متى ما تصنع ونحط له العطر ابدا ما بيصير له شيء، ممكن بس انه نبعده شوي عن الشمس كرمال اللون، احيانا شوي بيتاثر باللون بيبهت شوي، ممكن بالشتاء بسبب الرطوبه الشديده ممكن يتاثر شوي، بس بشكل عام ابدا ما بتروح ريحته. بتضل تقريبا هلا نحن عملنا اختبارات
سنة ونص الصابونة لسه ريحتها فيها فبتدوم إن شاء الله الريحة. يعني أكثر من الورد الطبيعي صارت. طبعا الورد الطبيعي يعني يومين وخلاص يعني نعلك بالباقة. هلا مثل ما الروائح حتبقى بكل موسم له ريحة خاصة، بالصيف شو بتشجعي أو شو بتقولي شو هي القطعة اللي لازم تكون موجودة عنا بكل بيت؟ شو هي؟ هلا أنا أول شيء بسأل الزبون إنه شو هو مناسبته، هو لشو بيميل، للروائح الهادية الرايقة. أنا بنصحه بمثل هاي قطعة الرمان، هدول روايح رمان مثل هاي مثلا دوف. لما شوي نروح على الألوان البيج والغوامق البني، هون صرنا مسك وعود، هاي روايح اللي تقيلة الشرقية ممكن كتير بيحبوها برمضان مثلا هلأ عيد صيف بدنا هيك ريحة فواكه وفريش وقصص. ايه فحتى في عنا ريحة التوت كتير حلوة، ريحة اللافندر، هدول الروايح الصيفية. أما الروايح اللي تقيلة هنا المسك والعود أكتر الشيء. حتى في عنا للأعراس كمان، في عنا للأعراس موديلات محددة، وفي عنا كمان لأعياد الميلاد مثل هاي القطعة. خلينا كل قطعة منشوفها هي عن جد مشغولة بحرفية. حتى التفاصيل أنت كتير مهتمة فيها، الألوان كيف مدخلتيها، قديش بتاخد معك كل قطعة شغل، وكيف هو هاند ميد يعني بالبيت الورشة. طبعاً بالبيت. كيف تقدري كيف بلشتي بالقصة؟ يعني كل قطعة مثل ما قلت لك هي عن جد اللي بيشوفها يعني مثل أي صورة حقيقية بتكون. تمام. هلا هي المشروع كلياته بداية كان أمي، يعني هي اللي فاتت بالموضوع، هي اللي كتير عملت تجارب بالبيت، ضلت تقريبا على مدى 6 أشهر تعمل تجارب وخلطات، شيء ينجح شيء لا، فضلت هي اللي مسابرة على القصة. وبعدين بقى نحن دخلنا معه، دخلت مع أنا مشان بقى نجدد نكبر الموديلات. طبعا. نفوت بالورد بالتوزيعات المباركة الولادة، وبلشنا بمشروعنا والحمد لله يعني نلاقي كتير رواج حلو لأنه طبعا شغلة جديدة. أكيد. رهب مثلا بتيجي وحدة لعندك بتقول لك أنا جاع بالي هاي الفكرة، جاع بالي هالألوان، ممكن تعملي لها إياها؟ وكيف أنت ملاقي الأسعار؟ هل الأسعار مناسبة للجميع؟ طبعا هلا الموديل اللي هي بدها اياه طبعا بنساوي لها اياه، حتى اذا هي كمان كان في فكره ما لها موجوده بالسوق ممكن نحن نساوي لها موديل خصوصي لها. يعني ممكن حتى ما عاد حدا يشتري لانه هذا بيكون مثلا خاص بشركه معينه او بمناسبه معينه. بالنسبه للاسعار، الاسعار كثير رمزيه ومناسبه للكل، وكمان حسب وزن الصابون، يعني حسب وزن القطعه. مثلا لقينا هي مثلا غاليه شوي ممكن نحن نقلل من الوزن فبتقل التكلفه. تمام. يعني الاسعار بمتناول الجميع. يعني شو حامله هاي الصندوق؟ كثير حبيت شكله. يعني الواحد اول ما يخطر له بده يفتح يشوف شو في، بيلاقي صابون. كمان يمكن حسب شو اخذت خبره، مسك هذا؟ اي هذا مسك حسب اللون. هلا هذول قطع ما شاء الله عليك. هلا هي ريحه المسك ما بتخبي حالها ابدا، معروفه. هذول قطع معطره بنحطوا بين الثياب او ممكن على رف الحمام. هلا خصوصي وقت بتعرفي ضب الصيفي والشتوي بنحطوا هذول بين الثياب، ابدا ما بيأثروا على الثياب انه مثلا بيفشوا مثلا او بيطبعوا لون او شيء، ابدا ما بيتاثر وبتضل ريحتهم حلوه للموسم الثاني يعني للشتويه الجايه ان شاء الله. فئتنا متيلدا كانت عم تقول لي انه بين صيفي وشتوي وعم ننقل على بيت جديد، حاططهم يمكن بزاويه الخزانه او الدرج، فريحه البيت كلها حافه نظافه. حتى في شيء خصوصي للخزن مثل هون في البوكس بتعلقيه تعليق على العلاقة. ممكن نشوفه؟ هي. ايه تمام. هي هيك بتتعلق تعليق. هي بقلب الخزانة. بقلب الخزانة، حتى ممكن تتعلق بالحمام. بالسيارة، بس هلا أكثر شيء بحبوا للسيارة المسبحة، كثير بنلاقي رواج. الروايح تبع الغزالة. كل الروايح أنتِ حاطتي أكثر من ريحة هلا مع بعضهم؟ هي مثلا ريحتها مسك. تمام. لا كلها مسك بدها تكون. في عنا مثلا نساويها كلياتها رمان أو ليمون، في ناس بحبوا روايح الفريش يعني ليمون، فبنساويها حسب الطلب، حتى الباقات يعني حسب هن لون ديكور بيتهم، الروايح اللي هن بفضلوها. كمان بنساوي لهم اياها حسب ذوقهم، حسب ما بدهم هن. يعني رهف قبل ما نختم معك، في شيء هيك نصائح ممكن توجهيها لحدا عنده مناسبه، عنده قصه بده يحضرها بحسب شو عم نشتغل بعالم الصابون؟ هي فكره كثير حلوه وصراحه هي هلا صايره الترندي اكثر الشيء والدارجه اكثر الشيء، بعيد عن الكريستال، ممكن توزيعات ولاده كريستال او ممكن ياخذوا شيء خشب او شيء، هذول كثير عم يكونوا حلوين، خصوصي انه بينصمدوا مثلا مثل باقات الورد بينصمدوا ما بتروح ريحتهم وبتضل ذكرى حلوه عند الكل.
أكيد. أول شيء بالختام بقول لك شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لكم. وأكيد بدي أتشكر والدتك لوجودها معنا، وشكرا على الفكرة تبعك، وعلى بتمنى لك أكيد النجاح والتألق لك ولبنتك رهف إن شاء الله. ولهون اكيد بنكون لوين وصلنا نرمين بالختام. اكيد بدنا نشكرك رهف، وشكرا لللمسه الحلوه والحرفيه اكيد بالصناعه. شكرا على استضافتك، لقاءاتنا متجدده معك اكيد. شكرا لك سمر، وصلنا لختام صباحنا غير لليوم. بدي اتمنى لك باقي نهار ظريف، وهيك كله شغلات ظريفه وروائح عطره اكيد. روائح عطره وبدايه اسبوع مع الشغل، يعني أكيد. يوم كثير حلو كله طاقه ايجابيه، وبتمنى لك اكيد يوم رائع نرمين. واكيد لهون بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباح، نلتقي بكرة على الساعة 9. كونوا كتار وابقوا برفقتنا، وإلى اللقاء. أكيد نتمنى لكل مشاهدي الإخبارية السورية باقي نهار ظريف، كله طاقة إيجابية، كله محبة وسلام. مثل ما قلت لكم سمر، لقونا بكرة بتمام 9 صباحا. تبقوا بألف خير. باي باي.